شهراني في جهة اليسار بكرة عربية، دفاع تغطية، تدخل، تعود مرة أخرى، تسديدة لكنها في هذه المرة سيرجي، مرة سيرجي حلوة لمالكوم، ومالكوم عدم كرة يا إناري كان جهة اليمنى مارتينيز بيني، حلوة 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 لإناري، وأبولو يتدخل في هذا السلم 22 مرة ثانية خطيرة تصل إلى متروفيتش، وبعد ذلك في اللحظة الأخيرة صاصة الهلالية من كرة ثابتة تلعب عرضية نحو القائم الأول بعد مجالب الدفاع مرة أولى خبراني ثم رأسية وكرة في المرمى ميتروفيتش عدم الفابيو يلعب كرة عرضية خطيرة ورأسية حلوة لكنها عالية ثم بعد ذلك سافيتش يلعب كرة حلوة حلوة الله على الناري يبحث عن عرضية داخل منطقة مارتينيز مارتينيز يا ولد ومحاولة تحرك بجانب مالكوم وتمريرة مالكوم لمين تسديدة كوليبالي انتظار كرة من جانب ميشيل عرضية بالراس خطيرة والكرة لكنها تبعد على الخطأ من جانب خبراني سعد هليلة الخطيرة إلى سالم الدوسري داخل منطقة الجزاء سالم يحاول بكرة عمي أوه فرصة دفاع في لقطة أخرى ميشيل 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 تسديدة لكنها مرت خلكم بيني يا الدوسري سالم مر سالم بتمريرة وحاول الخليج تمريرة وكرة فرصة وتسديدة لكنها في يد بولو مالكوم إلى ميشيل